طيب نرجع للآية عشان نختم والكلام. الله يدعو إلى دار السلام، الله بيدعوك لدار السلام بعد وراك الدنيا وإنا على زوال، ودار السلام الجنة. تعرف الجنة دي شنو؟ الجنة دي باختصار رب العزة والجلال قال: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الصحاف يعني الصحانة اللي بيأكلوا فيها، من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس. دي ما بتلقى إلا في الجنة. هسي أبقى أغنى زول، في حاجات بتشتهيها ما بتلقى. واحد تلقى غنيان يجيبوا له باسطة يقول له كله، لا والله عندي سكري يا أخ، معليش عندي سكري. عندك قروش ولا لا؟ عندي والله، لكن مشكلة السكري يا أخ حمانة، نعمل شنو؟ والله الذي لا إله غيره. واحد غنيان يجيبوا له حاجة ملح، الله عندي ضغط يا أخ ما داروا يرتفع وما كذي. فلذلك الدنيا ما بتلقى فيها اللي بتشتهيه، بسيط وعلى زوال. أما الآخرة والجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. زولجي من أرض المحشر والشمس والعرق يجي داخل الجنة، يكون من أهل الجنة، يخد جواه يلقى الظلال، شجر ظل، حاضر حاضر، بعدين يلقى الظلال، خش الظل يلقى الموية. الشراب ذاته الله قال لك الجنة فيها أربع أنواع من الأنهار: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، نهر كامل موية نظيفة ما فيها قال لك حموضة ولا ما فيها ملح ولا غيره. قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، يعني غير متغير، وأنهار من لبن، أنهار من لبن. زول يعاين ده نهر كامل لبن أبيض، والله ده بتلقى في الدنيا واسرته بكم شغلة جايتها زول خليها ساي، والله تخش تلقى لبن بس، والله بدل بحر هنا دي تخش تغرق فيه. مرة جينا الظهر جينا البحر هنا، الناس بيقول لك متشددين، انا ما متشددين، جينا نعوم ما تشوف الدقن، دقن ذاته بنديها مويه بارده، بعدين دخلنا البحر بنعوم هنا لقينا هدوم برا، بنطلون وقميص ونعلات بنعوم للعصر، خلاص طلجات دارين نمرق، الزول ما مرق. صاحبي معي قال لي ده بكون ودع، والله الفتره دي والله زول جاي يعوم مرقة في الآخرة، ده دار له 3 يوم عشان يمرق تاني. هناك قال لك فيها أنهار من ماء لم من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. هسي تشتري لبن خدته برا ثلاجة الصباح طعمه بيتغير بيتقطع، وأنهار من خمر لذة للشاربين، نهر بتاع خمرة، وما خمره بتاعت الدنيا دي بيسووها بالسفنجات، ترى قال عرق ما بيسووه بالسفنجات، انت ما عارف الحاصل ولا شنو. سفنجه بجيبوها من الكوشه بيدخلوها في الحله وتيو وبلح حامض وخميره ويجي يشرب جغمه وبعدين يشهق، بعدها يقول لك الله مزاجنا ظبط ظبط، بعد عكرته 20 مرة ظبط بتاع شنو. ديك هناك خمر لذة للشاربين، لا في طارب تقبضك لا بالكريستالة لا في أي شيء، والله انت اصبر شوية دا صنة بس اصبر شوية. قال وأنهار من عسل مصفى،
نهر بتاع عسل يا ناس. شوف نهر عديل بتاع عسل. شوف لك ايش تجيب حاجة بعدين جاسفة هناك بتلقى ايش ان شاء الله هناك في الجنة بتلقى ايش. قال ولهم فيها من كل الثمرات. خشيت لقيت الشغلة دي كلها ايه شربتها تمام ايه مع عتيان كنت في ارض المحشر شربتها تمام ايه ولا شربتها من الحوض الميم والضل تمام مع الدل أسرة سراير في الجنة فرش مرفوعة سرير مرفوع مش هشي تأجره بعشرة جنيه وتلقى نصه يقع بيك حفرة وجنب الهناي ويجيك الكلب الحسلك ضانك التنايم اخذي كلها مصايب. انت ما حشتوا في الدنيا دي ما سافرتوا كلها مصايب. لقى لك هناك وفرش مرفوعة اها وتاني وأكواب موضوعة. رقدت في السرير أكواب تشرب وثمار قريبة. بعد شوية قال إنا أنشأناهن إنشاء حور عين مش بتاع اللخبطة سايدينا ما تعرفه والشابت ولا سبورة شيء حمر وشيء أبيض وشيء مواسن وشيء إيه ولخبطة ساي كله كضب ولف دوران والله. لكن هناك حور عين حور عين في الجنة هناك إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. المرأة العروب يعني التي تحسن الكلام لزوجها وتتلطف له كلام سمح ما كلام دراب وكذب ساي. والله أنا ما بوافق على الزواج إلا تجيب لي شقة من إيطاليا يا بنتي ولا من فرنسا وكاز عالم ولا زواج. فرنسا بتاع شنو إيطاليا شنو كلها مصايب وبلاو يغشوا في بعض هنا دي في الدنيا. لا هناك قال لك فجعلناهن أبكارا عربا أترابا 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 أعمار أعمار الشباب ودي الليلة منو لأصحاب اليمين يعني ما بعينا لغير أزواج. مش هسي تتزوجها وتكشف لود الجيران والله دي كلها نعيم في الجنة هناك تلقاه تنسى لخبطة الدنيا دي كلها والله هناك بعد تلقى النعيم. فهي تفكر في النعيم ده واجتهد في طاعته دار تدخل الجنة اي تلاقي الله بتوحيد وعقيدة صحيحة عترته ما تنادي شيخ تنادي الله. لأنه لو ناديت شيخ الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تلاقي الله بالتوحيد والعقيدة الصحيحة دعيت تسأل الله براو بكفيك مريطة الشافي الله. أمشي الدكتور ده سبب ما مشكلة لكن عارف اللي بيشفيك الله وإذا مريطه فهو يشفين. أوعك تمشي لك ليزول تعب أخرات ومحايات وحاجات والله تبرك من هنا تمشي له في المسجد وين الشيخ والله الشيخ حاسي الأيام دي حاسي شوية مشى المستشفى اي وانا مع عيان جيت لمحاية يعني هو عيان جاء لمحاية والشيخ اللي بدي المحاية ذاته مشى وين المستشفى معناه محايته دي شنو ما شغالة والله غاشيك تمش له ابويا الشيخ دار محاية والشيخ تحت مخدته تلقى كيس مكتوب فيه صيدلية اليد البيضاء وتلقى شايل حبوب الشيخ ذاته وديك المحايه ماليه بزغ يبزغ ضارب العتود والمهيوبه والعصيدة الحامضه ويبزغ لك تف تف بركاته بركه ولا كابتن ماجد ولا رويال تغوش علينا نحن والله باسم دين الله تعالى. انت وكتبت وكنت بتشفي انت ماشي الدكتور ليه تغوش على الناس وبخرات. واحد لقيته في مقطع بيت شابه وقاعد للشيخ وهو لابس له نظارات الشفت شايل له بسطونه باسم الدين والله الذي لا اله الا غيره. هسه خش اليوتيوب تلقى الكلام ده جاي منه بعدين شايل له بسطونه ونظاره لابس له نظاره ولابس له حاجه كذي والبيت شابه لابس لها توب صغيره وبيجاي امه وقدام هناك ثلاثه ولا اربعه نسوان بتاع الكاميرا شغال والشيخ جنبه واحد زي سكرتير ولا حوار ما بعرفه
لابس لي قميص ابيض وبنطلون. يقول لي جيب المنقد. جاب المنقد، خدت البخرات، خدت البخرات، تعالي قربي للبيت. شابه قربت البسطونه شايله، بعد شويه جاب لي بطانيه خدتها فوق البيت، بقت البطانيه فوق البيت وفوق المنقد، والمنقد مولعين فيه نار وفيه بخرات مارق دخان، وجوا له البيت والمنقد جوا شنو؟ جوا البطانيه جوا ليها. وزولك ده يخد جواه بيعمل شنو ما بعرف، يخد جواه وبيجي مارق زي الدرج بتاع هناك، بعدين يخد جواه ويجي مارق وشايل بسطونت. والله الذي لا اله غير شفتها بعيوني دي، هل يمكن تاكل الدود؟ بعدين شال البسطونه ده صبجك، اخرج اخرج، البيت بقت تقحقح، بعد شويه بقت تكورك وما بديها بالبسطونه. هسه انت في محلها مش بتكورك وتقحقح، اديها بالبسطونه يقول لها اخرج اخرج اخرج. بعد شويه قال له عمتها، قلت لي عمتها هاي عمتها هاي الام بيجاي، بدت بعدين ترخي في اذانها، عليك الله النازلين مبتاعين لخبطه. وزول خدت له منقد وبطانيه ما بقحقح، ده لو ممسوس ولا ما ممسوس ما بقحقح، ادو بسطونه ما بصرخ. وتسوي الفتن يا اخي بين المراه وبين بيجاي نسيبتها اللي هي عمه البيت وعمتها وما عمتها، انت جيت تصلح ولا جيت تفسد؟ وده دين شنو بيدخلوا فيه منقد وبدخلوا فيه بطانيه يا اخي بيت؟ قال له كرغي ليها هاي، جيب ابوه محرمه، جيب الاخو ولا الابو محرم قاعد، ايوه، والجماعه كلهم قاعدين، ايوه، غطيها كلها كلها غطيها. بعدين اقرا قران، بس اقرا قران وانفث من بعيد، اقرا ايات وانفث من بعيد، ما تقرب، ممنوع الاقتراب والتصوير، اوعك وخطر قابل للاشتعال. بعدين ما تقرب، تقرب لشنو انت؟ شايل لك بسطونه وجلد وحاجات كلها لخبطه وهوس باسم دين الله تعالى. واياك والله اياك تودي زول، تودي لك مره لشيخ، اياك، خلي عقيدتك في الله صحيحه. ده الناس بتاع اللخبطه، جيب لي الكتاب ده نختم به واقدم اخونا ابشوق ده، جيب لي الكتاب بتاع الطبقات الكبرى دي. انا بديك درابه اسي، يمكن الناس دي كلها تقوم تمشي من كتب القوم، لانه في ناس هنا بيجوا زعلانين يقول لك تكلموا في الناس ليه؟ ناس ذل ضيعوا عقائد المسلمين، قاعد يتكلم فيهم ساي. نحن قلنا للناس نادوا الله بس، بكفي ولا ما بكفي؟ ما تمشوا ليه شيخ؟ ما بزول بيعلم الغيب، بيعلم الغيب الله براو، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. ما تعلق حجاب، قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. ما كلام واضح؟ هاي ده زول هنا، غمض عيونكم واسمعوا باذنكم، واحد بس بديكم درابه واحده بس، وما بعلق على الا تعليق بسيط، وما بزول كورك، ما قصديته، انتم يا شباب مسلكين، في ناس عيانين بيجوا هنا دي، زي اليوم ذاك جا واحد هنا شيخكن وما شيخكن، يا زول احنا ما عندنا شيخ الا الرسول عليه الصلاه والسلام، عندك في راي؟ لا والله ما عندي راي، خلاص بس تسكت، ما في شيخ، ما بنقول نادوا شيخ، نحن الشيخ اللي بيموت فينا بنغسله ونكفنه وندفنه والموضوع انتهى، لا بنعمل له اوضه لا ديوان في قبه، قبه ومصايب كلها هوس باسم الدين، قبب والحسوا في التراب، زول كبير بيشنبه يلحس في التراب، لو ولده أكل التراب قول له كاكا، الطفل يقول لك كاكا ما تأكل التراب، بعد شوية الولد يكبر يلقى أبوه بيأكل في الكاكا ذاته. يا جماعة دي ما مصائب وقعنا فيها في البلد دي؟ باسم البركة بركة. طيب ده زول كعب مرة واحدة، صفحة 150 كتاب بتاع الطبقات بتاع الشعراني، ده مدح البرعي، ما تزعل، مدح البرعي، ما شيخك البرعي لا صوفي، ما قصديته، قالوا سيدي الشعراني الناشر لعلم الله، هسي ده علم الله؟ واحدين قالوا محرف، ورونا التحريف وين؟ ورونا ليه؟ قالوا والله مدسوس فيه حاجات، ورونا مدسوس وين؟ ومية حاجة جوا هنا،
معناه إلا تشطب الكتاب بس. واحد بكليه تمساح هنا خلت تمساح كربكي ما عارف الدوما عديل فاين ولا بكاه عديل. واحد هنا دي رجع ملك الموت البكة التمساح اسمه الفرغلي محمد الفرغلي. واحد اسمه محمد الشربيني هنا رجع ملك الموت عديل قال الموت جاي يقبضه روح ولده رجعه قال لا ارجع 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 الى ربك فإن الامر قد نسخ. قال ملك الموت رجع ليه ملك الموت ارجع بيقول له ملك الموت في عسكري بتقدر ترجعه خلي ملك الموت والله صايب كلها صفحات 150 ده زول قليل عمل حاجة شينة أكبر رمتالي على وجه الأرض قدام الناس ما بيعمل الحاجة دي. طيب طيب في ناس قاعدين كوركو بالجنبات وعاملين لنا فيها معلمين وصعبين وناي وكذي نحن والله ما بتاعين قوة والشباب ديل بنحترمهم جدا وما بنستفزهم بل متكيفين منهم. شباب مرات بيقيفوا معانا تكتم الشغلة بيقيفوا معانا ما جايين لقوة ولا كذي معانا أصحابنا ده لسي في المجلس ذاته في واحد لسي ضابط بتاع جيش لسي قاعد هذا رغم وقاعد إذا لسي موجود هذا هنا دي واحدين شغالين في حاجات تانية خليهم خليها مستورة زايه. لكن أنا ما شغالين في أي شيء شغالين معاك في الدنيا دي وما جايين ناس قوة جايين نبلغ دين الله نحترم الشباب ده زي ما احترمونا وقاعدوا سمعوا لنا وفي ناس من بعيد بيسمعوا.